واليوم ال 41 مش هيفوتني ان انا اقول لحضراتكم منذ ايام كنا موجودين ضمن وفد اعلامي من المتحده، شركه المتحده للخدمات الاعلاميه، والحقيقه كانت فرصه انه الاعلاميين مش بس ان هم يعني يكونوا في هذا الوفد ويقدموا كمان ويزوروا اهالينا في قطاع غزه في مستشفى العريش، او كمان ان احنا نبقى موجودين على المعبر، لكن المهم ان الاعلامي هنا يشوف بعينه. لان ده مهم قوي لما الاعلامي يشوف بعينه كل ما يجري على الارض يرجع لحضراتكم ويحكي المشهد لانه في النهايه خلينا نبقى متفقين انا بعمل ايه انا بشتغل في خدمه المشاهد يعني المفروض ان الاعلامي بيخدم الفكره والموضوع والخبر وبالتالي بيقدم كل ما يراه بصدق وحقيقه للمشاهد ده اللي حصل منذ اقلاع الطائره وصلنا مطار طبعا العريش وبعدين توجهنا مباشره الى مستشفى العريش هنا لازم تقول انه مصر بتقدم كتير قوي لكن الحقيقه المشاهد اللي شفناها كانت موجعه يعني بالذات مشاهد الاطفال اطفال لم تتعدى السنوات ما بين أربعة وخمس اطفال يعني مش قادره اقول لكم جرائم الحرب والاسلحه يعني المجرمه دوليا وتم استخدامها اثرت ازاي على جلد الاطفال اثرت ازاي عليهم وطبعا الشباب اللي ما بتتحركش الحقيقه كلها مشاهد مؤلمه لكن الحاجه الوحيده لما كنت يعني اتكلمنا معاهم سلمنا عليهم لما كنا بنتكلم معاهم احساسهم بالامان إحساسه إنه هنا هيتعالج وهياخد الخدمة وإنه الجانب المصري بيطبطب عليه وبيديله الإحساس بالأمان. توجهنا بعد كده من العريش لرفع المسافة ما بين 30 40 كيلو لكن الحقيقة أنت طول الوقت بتشوف شاحنات مصرية. شاحنات شاحنات الطريق تحول إلى شحنات ومساعدات وكميات كبيرة جدا من مختلف المنظمات والهيئات المجتمع المدني الحقيقه يعني باذل مجهود كبير جدا وانا بقول لحضراتكم بمنتهى الصدق يعني المشهد هناك يخليك ترفع راسك ويخليك تقول ان عندك بلد عارفه هي بتعمل ايه وعندك بلد بتقدم حقيقي دعم حقيقي ولما تقف وتشوف كل شاحنه من دول عليها اطنان بكميات مختلفه طبعا ما بينسوش كمان حتى ان هم يكتبوا كلمات تدي طاقه ايجابيه لشعبنا في قطاع غزه او تديهم مسافه السكه لاهالينا حاجات كتير جدا فانت طول الطريق تقول طب هي المساعدات واقفه هنا ليه يقولك ما هو ده الطريق علشان على بال التانيين يدخلوا فدول واقفين يعني مستعدين للدخول فتحول الحقيقه المنطقه من العريش لرفح مساعدات اهلنا في غزه اعلام فلسطين سيارات الاسعاف كميات كبيره جدا برضو واقفه تحسبا لخدمه اهالينا في قطاع غزه الموقف الحقيقه يخليك تبقى حاسس وكانك كله يعني واقف بشكل كبير جدا وحتي اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها مصر بتبذل مجهود كبير جدا جدا علشان تفضل المساعدات في شكل الاستدامه يعني مستمره طول الوقت بعد ما رحنا المعبر كان لينا لقاء مهم جدا واللقاء كان مع قبائل سيناء ده لقاء مهم جدا احساسي واحنا في وسط القبائل خيمه كبيره جدا احنا قاعدين معاهم طبعا افترشنا الارض كلنا بالقعده البدويه الجميله احساس واحد انت مصري، انت من المحافظه دي، انت من سينا، الكل واحد، الهدف واحد، واحساسهم انه هم جزء من النسيج المصري طبعا هم جزء كبير. الكرم، الضيافه، الولاء، الانتماء، الحقيقه كان احساس جميل ورائع، واحساسهم كمان ان الاعلام كمان بيعبر عنهم وبيتكلم عنهم وضممهم الى الشاشه الكبيره لان هم جزء من نسيجنا المصري الرحله انتهت بس ما انتهتش جوانا لان احنا لسه عارفين انه في مشوار وان مصر قدامها مشوار طويل منذ ايام احنا شفنا انه في طفل صغير الحقيقه الاطفال كلهم عندهم احساس انه مصر هي اللي هتنقذهم وان مصر هي اللي هتساعدهم الطفل الحقيقه كان بيستنجد بالسيد الرئيس وكان بيقول كلمه يعني كلمولي مصر مصر هي اللي هتوقفني على رجلي السيد الرئيس الحقيقه استجاب مباشره و... و... ولمناشده الطفل من قطاع غزه وطبعا هو